السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بناطي. قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الفيديو متاعنا، وفي الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة القيام بتغيير البريد الإلكتروني أو الإيميل في حساب الانستغرام. نبدأ مباشرة في التطبيق متاعنا، نمشي ونقوم بفتح حساب الانستغرام الخاص بنا، بالطبيعة الحساب اللي نحب نقوم بتغيير البريد الإلكتروني الخاص به، ونضغط على كلمة تعديل الملف الشخصي. بعد ما نقوم بالضغط على كلمة تعديل الملف الشخصي باش ننزل للأسفل إلى أن نلقى كلمة إعدادات المعلومات الشخصية. إعدادات المعلومات الشخصية نضغط عليها، وكما قاعدين تشوفوا فإنه باش تظهر لكم المعلومات الخاصة بالحساب متاعكم، من بريد إلكتروني إلى رقم هاتف إلى آخره. باش تجيو في كلمة عنوان البريد الإلكتروني تقوموا بالضغط عليها، وباش تتفتح أمامكم النافذة هذه تلقاو فيها البريد الإلكتروني الخاص بالحساب متاعكم. إذا كان تحبوا تقوموا بتغييره يكفي أنكم تقوموا بحذفه وتكتبوا البريد الإلكتروني الجديد اللي تحبوا تقوموا باستعماله عوض البريد الإلكتروني القديم، وبعدها تضغطوا على إشارة صح الموجودة في أعلى يسار الشاشة، وبعدها مباشرة تمشيوا للبريد الإلكتروني الجديد وتقوموا ب تفعيل البريد الإلكتروني هذا أو بتأكيد البريد الإلكتروني متاعكم. كانت هذه الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة كما شفتوا، تنجموا من خلالها تقوموا بتغيير البريد الإلكتروني الخاص بكم وبحسابكم على تطبيق انستغرام. كانت هذه الفيديو متاعنا، إن شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم. إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم اشعار. وللفيديو القادم ان شاء الله ما بقى لي باش نقول لكم كان الى اللقاء.